سنديل العطور. بسم الله الرحمن الرحيم، نروح للمتجر الثاني. سفار سافر 4800. نقول المتجر الثاني كم؟ 200. 4 8 ألف. ألف 1200. 400. 400. 600. 600. 800. 2000. 200. 200. 400. 600. شباب شباب يا الربع يا محمد، دقيقة يا اخوان. 8 كم وصل؟ 1800. 1800 عندي. 1800. 2000. 2200. 4. 4. 600. 6. 800. 3. 200. 3 200. 4. 4. 6. 8. 400. 4000. 4200. 4200. 4600. 4200 عندك. 4400. 4400 عندك. 4600. 4600. 800. 5000 قفل. 3000. باسم طيري 5000. حياك بسم الله، مبروك عليك براند سفارة العماني. 5000 نقطة راح لأخونا باسم. آخر متجر شباب. صوت وشو نويته؟ خليت لين وصلت. هذا متجر عناية وتجميل. عناية وتجميل، متجر وايتي للعناية والتجميل. شباب المتجر الأخير قبل أزاود على المتجر، بالله أصواتكم شباب، والعيشة ترخون لي أصوات الشباب. سمعوني شباب الحين، صلوا على النبي. المزايدة حلوة والمتاجر حلوة إن شاء الله، وراح تفيدكم زي ما قلت بنقاط البرايم وصالة التميز والأمور هذه، لكن لا تخلون الحماس ينكبكم. ليش؟ لأن بإذن الله تعالى الأسبوع الجاي راح تكون مثلا في متاجر فاضية، أو واحد محتاج شباب، أو واحد محتاج نقاط. معي شباب؟ السماعة شغالة؟ شباب معي أنتم أو لا شباب؟ مو وقت تجمعون، صلوا على النبي، عشان هذا أنا لكم من الناصحين. الأسبوع الجاي لا أحد ياخذ الحماس وينكب، ما معه إلا 1000 نقطة، ويشوف متاجر فاضية يحتمي البرنامج وده متاجر زينة فينكب. فدائما التجارة جسارة وتروي بعد، خليكم ذياب شوي. باقي بكر لبيه. هلا متاجر غير هذه صح؟ نفسها الاسبوع الجاي. شوف انا اخوك، الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي، خلونا بالفقره الحين وزايدوا. لا عشان نفهم، هلا الاسبوع الجاي نفسها بالضبط. الاحد راح تكون المتاجر، اللي اخذوا المتاجر اسبوع، المده اسبوع، كل شخص تتبدل المتاجر. عرفتوا؟ عوض لبيه الحين اذا شريت متجر 3000، اسبوع الجاي معي 2000 بس. معك 2000 ايوه، بس ممكن تلقاك متجر تتزايدون وتصير احلى الاسبوع الجاي احلى. طيب متجر الاخير اخبر تقول ما بقى اكيد. طيب شباب قبل لا ننتقل باذن الله